3000 سنة، والمصري القديم محافظ على لغته، قدسها لدرجة إنه سماها ميدو نتر، يعني الكلام المقدس، وجاء اليونانيين والرومانيين وضاعت معاهم لغتنا القديمة، لحد أما من 200 سنة بس ظهر أول نور في فك طلاسم اللغة المصرية القديمة. هنا بداية الحكاية. إحنا هنا في متحف الحضارة قدام نسخة من حجر رشيد. النسخة الأصلية للأسف موجودة بالمتحف البريطاني بإنجلترا. شامبليون كان عنده 9 سنين يوم ما اكتشفوا الحجر، وبعد ما أصبح عالم باللغات القديمة اكتشف أول نور في فك طلاسم اللغة المصرية القديمة. حجر رشيد متقسم لثلاث أجزاء ومكتوب بثلاث خطوط مختلفة. الخط الأولاني هو الخط الهيروغليفي اللي هو الخط الرسمي في مصر القديمة. الخط الثاني هو مكتوب بالخط الديموطيقي، والخط الأخير هو مكتوب باليوناني القديم. ولأن شامبليون كان دارس كويس جداً للغة اليونانية القديمة، قدر يستنتج إنها رسالة شكر مقدمة لملك بطليموس. ولأن بطليموس مكتوب 6 مرات، قال إن أكيد الاسم مكتوب في اللغة المصرية القديمة بالخط الهيروغليفي 6 مرات. ودي كانت أول نور في فك طلاسم اللغة المصرية القديمة. والحسن الحظ احنا عندنا حجر اقدم وما يقلش اي اهميه عن حجر رشيد، اسمه مرسوم كانوف وموجود بالمتحف المصري بالتحرير. عندنا حجر شبه حجر رشيد اسمه مرسوم كانوف، موجود عندنا هنا في المتحف المصري وبنتقسم نفس التقسيمة اللي موجودة في حجر رشيد. هنلاقي ان هو الجزء الفوق ملتزم بالخط الهيروغليفي اللي هو الخط الرسمي في مصر القديمة، بعديه على طول الخط الديموطيقي، بعد كده الخط اليوناني. واحنا في برنامجنا لغتنا القديمة هنتعلم ازاي نقرأ ونفهم الخط الهيروغليفي. شامبليون أول عالم يأكد أن رموز الكتابة الهيروغليفية هي عبارة عن علامات وصور لها أصوات، لكن شامبليون ما كانش أول عالم يحاول فك رموز اللغة المصرية القديمة. سبقوا علماء عرب لفك بعض القيم الصوتية لعلامات الكتابة الهيروغليفية، وجاء من بعد علماء توصلوا لأن اللغة المصرية القديمة هي اللغة اللي اتكلم بيها أجدادنا منذ استقرارهم على أرض مصر، وإن الكتابة الهيروغليفية بدأت بحوالي 400 علامة، ومع تطورها في الدولة الحديثة وصلت لحوالي 700 علامة، وفي العصر المتأخر اليوناني الروماني وصلت لحوالي 6400 علامة. ولحد النهاردة إحنا لسه بنستخدم كلمات من اللغة المصرية القديمة في حياتنا اليومية بتحمل نفس النطق ونفس المعنى. أول خطوة نقدر ندخل بيها عالم اللغة المصرية القديمة هي إن نتخلى عن الأفكار اللي إحنا نعرفها إنها شبه اللغات المتداولة دلوقتي. اللغة المصرية القديمة هي عبارة عن اختزال رموز كتير وأصوات كتير. هنلاقي إن في منها رمز ليه صوت واحد، ورمز ليه صوتين، ورمز ليه ثلاثة. زي هنا F هي رمز ليها صوت واحد، D هي رمز ليها صوتين، وعنخ ليها 3 أصوات. كمان عشان المصري القديم يقدر إنه يستخدم اللغة المصرية في تزيين الآثار اللي موجودة قدامنا، هنلاقيه إن هو استخدمها بطريقة إن هو يعملها على اليمين والمقابل بتاعها على الشمال عشان يحقق التوازن. هنحدد اتجاه الكتابة بإن إحنا نبص على الحيوان باصص فين، فهو لو باصص ناحية اليمين فإحنا هنبتدي من الناحية دي، لو باصص ناحية الشمال فإحنا هنبتدي من الناحية دي. كمان المصري القديم علشان يحدد الأسماء أو ألقاب الملك استخدمها جوه خرطوش، هي الدايرة الأبدية اللي بتديه الحياة. معظم المقتنيات اللي موجودة في المتحف هي تابعة للملك،
ومن أكتر الموضوعات اللي بتخصه هي توحيد القطرين. هنلاقي في صلاية نارمر مشهد لإزاي إن الملك وحد القطر الشمال والجنوبي. هنلاقي كمان بدايات الكتابة الهيروغليفية، وأول لما الملك يمسك الحب يطلق على نفسه ألقاب. هنلاقي ملك نارمر أطلق على نفسه القرموط الغاضب. موجود قدامنا في صلاية نارمر اللقب اللي اتخذه الملك نارمر. نار يعني سمكة القرموط، ومر هي رمز المطرقة اللي موجودة عندنا هنا. هنلاقي كمان بداية الأعداد، كان المصري القديم بيرمز لرقم 1000 بخاء نبات البردي، فهنلاقي هنا 1 2 3 4 5 6، فهم 6000 أسير. وهنلاقي كمان هنا أول بدايات للرموز الهيروغليفية. احنا هنا قدام باب من الابواب الوهميه المصري القديم كان بيعمله في المقابر بتاعته، والفنان المصري القديم علشان يصمم التصميم بتاعه كان بيقدر ان هو يستخدم اللغه المصريه القديمه وخصوصا الحروف الهيروغليفيه بان هو يحطها في التصميم. فساعات كان بيستخدمها باسلوب ان هو يرصهم ورا بعض راسي او ممكن يحطهم افقي. طب ازاي نحدد اتجاه الكتابه؟ هنبص على العصفوره. العصفوره بتبص فين؟ لو العصفورة بتبص شمال يبقى هنبتدي من الشمال، لو بتبص يمين هنبتدي من اليمين. وش معنى ان هي عصفورة يبقى هو قصده عصفورة؟ ده هو كان بيستخدمها علشان يحط مكانها نطق الحرف. كان بيستخدم الرموز اللي قدامه والحاجات الموجودة في الطبيعة عشان يعبر منها عن أصوات. ففي رموز بتقول صوت واحد ورموز بتقول صوتين، وفي رموز تانية نقدر نشوفها في المتحف أو في المعبد على التماثيل ويقدر يحقق فيها شعار، شعار واحد يحقق فيه معنى كبير. زي الشعار اللي احنا شايفينه قدامنا، شعار توحيد القطرين السيمتاوي اللي هو موجود فيه زهرة اللوتس ونبات البردي، الاثنين ملفوفين حوالين القصبة الهوائية، وكأن الملك عايز يقول من غير توحيد القطرين مصر لا يمكن تعيش. ومن الحاجات الجميلة اللي نقدر نستخدمها مع التكنولوجي أبليكيشن تقدر تفهمنا ونتعرف فيها على الحروف المصرية القديمة بتاعتنا والمعناها. تعالوا نجرب ان احنا ناخد كلمة ونترجمها، وزي ما اتفقنا بنشوف العصفورة بتبص فين واتجاهها هنقدر نحدد اتجاه الكتابة. فعندنا هنا طائر حورس باصص ناحية الشمال، فهنبص هنا ويبتدي الكلمة معانا. هناخد الكلمة دي وفي الابليكيشن هبتدي اشوف الرمز واحطه، وبعد ما ابتدي احط الرموز هيبتدي يطلع لي شوية اقتراحات. اول ما الاقي كلمة قدامي هدوس عليها هيطلع لي النطق السليم والمعنى بتاعها، والكلمة اللي احنا اخترناها هي معناها نسو بيتي، يعني الملك الوجه القبلي والوجه البحري. ودلوقتي بعد ما قدرنا نحدد اتجاه الكتابة ونتعرف على رموز الخط الهيروغليفي، استنونا الحلقة الجديدة في أول خطوة نتعلم فيها لغتنا القديمة.